أهلا بكم متابعي قناة فروم موروكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها: حقيقة إعفاء الملك محمد السادس لوزير العدل عبد اللطيف وهبي. ولن إلى التفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. تداولت عدد من الصفحات الفيسبوكية خبرا مفاده إعفاء الملك محمد السادس لوزير العدل عبد اللطيف وهبي. في هذا السياق أكد مصادر مطلعة لأكادير 24 أن هذا الخبر زائف ولا أساس له إلا في مخيلة من يروجوه. كما أكدت المصادر فإن البلاغ المنسوب للقصر الملكي والذي تم ترويجه هو بلاغ مفبرك لغاية في نفس مروجيه. وكانت عدد من المصادر الإعلامية قد أشارت يوم أمس الجمعة إلى أن عبد اللطيف وهبي سيعلن خلال الساعة القادمة عن مغادرة الحكومة، وسيعلن استقالته من قيادة حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة. وأوضحت ذات المصادر بأن وهبي توجه إلى وزارته لجمع أغراضها ومغادرة الوزارة والحكومة خلال ساعات، وأنه قد يكون أخبر رئيس الحكومة خلال اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس لرفع ملتمس الإعفاء إلى الملك. كنت مع نشرة إخبارية، إلى اللقاء.